اهلا بيكم وسنه سعيده عليكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. وخلاص راحت 2020 وهنبتدي السنه الجديده 2021. 2020 كانت صعبه على كل الناس وكانت صعبه عليا انا كمان، بس طلع في الفيديو ده اهنئكم واهنئ اخواتنا المسيحيين، اقول لهم كل عام وانتم بخير. لكن في بعض الحاجات عايز اتكلم معاكم فيها في خصوص الفيديوهات القديمه اللي كانت عندي. في ناس بتخش تعلق مثلا تعليقات سلبيه وتقول ان الفيديو مش شغال او الطريقه مش شغاله او اللينك مش شغال، وانا بقول لك اهو لو في اي لينك مش شغال تقدر تكتب لي في الكومنت وانا هرد عليك ان شاء الله في التعليقات وابعت لك اللينك اللي هو شغال. وانا بقول لكم ان انا شايف نفسي في محتوى احسن من كده كمان، محتويات كتيره اقدر افيد بها الناس. يا ريت انا هاخد رايك في المحتوى اللي انا اقدر اقدمه على القناه بتاعتي، هيبقى مش محتوى تقني بس، هيبقى محتويات كتيره. لو انت شايف الموضوع ده هيبقى كويس بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك، ياريت تخش على الرابط الموجود في الوصف وتدعمني وتدعم القناة. في فيديوهات القديمة تلاقي مثلا الطريقة مش شغالة لان الطريقة دي كانت قديمة وانا بحدث اول باول، تقدر تشترك القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.